بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام، دروس تاني نوسو سعوتي كساب سنيد تدبر كقرانك معنى دوحة فهنك يوجدوين كلوسو دجي آيات كقفك إنو كفكر أو كتدبرو سلسلتين كساب سنيد. مانتنا درسيين ودرسيي كوبية طمنات ودرسيي كوبية طمنات وحين نسوه قادني الشيء آد مهيم وح وحين نكسوه هذا الني وليكو قد جرنا سورة الفاتحة سيدي حديث كسوغنا حديث القدسي وانا قنري إنو الله يلي سبحانه وتعالى حديثك أو رسولك كورنا يا ربي حديث القدسي فاتحة وحن قيبي لبا قيبوت قيب أنو أن لها هي قيب دون كي وولي هي قيبتي الله أو لها أي مصور دمهيني إياك نعبد وإياك نستعين أي أنو مالن تود دم بيسان كسو هذا اللي حديث كاسي وحا كسبنا واللي عبدي ما سأل الدون كي ونوح لي هي وحا أو إيوي ديستو هذا بس سؤاشي الدون كا أي نحلنك قلينا وحن نقونا يا مركا كلام كالله إيه إهدينا الصراط المستقيم إهدينا الصراط المستقيم إله ونجو هنوني جد كتوسا إن شاء الله وحرجيني يا إن ونجو قاتو دور حلقة دوت أما دور فردي إن شاء الله تعالى هذا بقول كالله سبحانه وتعالى أوليه إهدينا الصراط المستقيم إيه سورة الفاتحة الله سبحانه وتعالى وحو بريا الدوميهيسا سيدا أي هداية أوي ديسن لهايين معنى هيدو نوام حي اهدنا الصراط المستقيم معنى هيدو وحوي أي دلنا وأرشدنا وأرشدنا ووفقنا ها وثبتنا إله ربك يوم نتص ونقو هنوني ونوافجي oo nagu sug waxaas oo dhan ama kelmadaha aynu soo sheegnay oo dhan ilaahow nagu hanooni nawaafaji dariiqa saxda ah naguna sug marka aad nawaafajiso waxaa soo galaya su-aasha hidaayada sida aan gadaal aan ka sheegi doono insha allahu tacaala haddaba dullanaa ila siraat wafiqnaa ila ariiq almustaqiim الذي رسمته لعبادك من أجل سلوكه يا رب نتوس ضريقة توسا ربك يو ضريقة مستقيم كأه نوافجي إذا دوغو الدوم هاغا أجي ديسي إني قادان مرك أن نتوسنا إذ نوافجتنا ها وثبتنا عليه حتى نلقاك إله ربك يو نغصب إلا إنتان كل مينو طريقة سنوام حي وحو يا ملاليال وهو الإسلام إسلام كوي وطريقة واضحة أولا سبحانه وتعالى إلهي أوجي ديي إنسانك محويا مركا إسلام كنا وكا قارسية قفك وحو قارسية إلى رضوان الله اللي راليها نشيه ستبارك وتعالى جنوين كاللي أيال لغوهلا وانا جدكي او ان تصي الله صادر رسولك صلى الله عليه وسلم انبيادي كوه الرئيسين اي تسيين اقوامتي اما دادكي الله صادرين هدبا جد لغو بدبادا يمجر او جدك اهين جد لغو هانوناي او دريق توسان اهي مجرو اما هدان تنما او رين رين ايو الدنيا اخرابا لغو فرحاي مجرو جدك ماهيني كاسي بدبادادو كجرتا إن للازمنا و راعتان كي سنوالا للواجب وي إن لغو توسنا دو والاستقامة عليه إن لغو توسنا داينا وشي واجب هذا بس داسي ومعناها أيلا ذا يقود أهان إهدينا الصراط المستقيم سيدا أوغاد مركا أينو أخرين سورة الفاتحة وحلوبا هنيه إنو كبرا رقسنانو معناها سي قود أهان ومعنوه يا إله ربي يوم نتوس طريقة توسن
إلهو ربي يسجن وافجي وافجين تاذن ما هنا اتكلم واف إله أذن باح وافجي إلهو ربي يوم مركا أن وافجي سؤالنا تستنى نوصل إلا أنت أن كل كل ما معنى هذا قد وأنت ويان ولا ليال هذا بقى هل كان هاي نوفر سن آيدا وحين أخرنا ركعت والبوم حين نراهنا اهدينا الصراط المستقيم تاسنا معنى هذا وحي وحويان إلهي والله أعلم لكن معنى هذا وحويان أي علماء ذو الهدين أنها تضمنت أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه وحصوه أسكالي آيادا أم كجرا دعوت أغفى إذا بدن إيات أغوين إيات أغو حكمة بدن كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله سيدي أو الشيخ الإسلام الله دون طريق طريقي ستوصن أو كهنون يها أعانه على طاعته إذا الله وحول لك شيخ الإسلام الله سبحانه وتعالى دون كيس مركو كهنون يجد كتوصن أعانه على طاعته إلهي وقر قارا طاعة الله إنه أدونكو جعل هذا أو فليو لي مادو يأنو كتقو مع السياديسة إنه كبد بادو وحي شرعه الدنيا هي آخرة با وحونا هلا بد بادو لقو قار مركاس جنو وحو الشيخ الإسلام يلي وحو هلا ياك ليبان إيا النعيم إيا الراحة إيا الروح وحصل له الفوز والنعيم والراحة والروح وحو هلا يا ليبان يقول إيا برواق إيا الرين رين إيا الراحة إيا الدقناشو سيدو كلا وحو كهليا نولول كامل اه او اه انو قفكو قارو انو كو عفوا انو قفكو لازمو او صارنادو ديتك اللي ايه توسن فاعدم الدعاء دعاتا اوين ولا ليال هي وانو ادونكو بريو او كويدا هذا ربي جيسا الهو ربي جي وحن كويدي سنيا اناد ايقو هنونيسو واد ايوافجيسو ود إغسك الطريقة توسن هنا في سؤال علي الهلكن إهدنا ها وافع الأمر هذين حق اللو قد وحكة المان وايو سمن هنج باشر وحو يسكو دحديهين لو قدي بلاغدي بيانكي تفسيركي تدبركي وح يعني وح عصو نواضو بحنت هسادو تدبرك هذا قادو فعل أمرك إهدنا وح لغا يبدأ قاركودن يسويديان اهدنا ونجو هنوني وفعل الأمر لكن علمضوا رحمهم الله وحي دهدين إذا صدر فعل الأمر من الأدنى إلى الأعلى فإنه يكون من قبيل الالتماس والدعاء هدي أمرك أو كسوفلو كهو سيئ آليتا أو متكسر أو مركا أو كورن يشيغ فعل أمرك maxay yidhaahdeen markaa culimmadu waxa weeyaan waa baryo la baryo oo baryo weyn codsi weyn oo baryo falcab waayo suura galmah addoonku rabbigiisa inuu amro wa innama yadcuuhu bidalik lakinu ku bareya sida awgeed addoonku muxuu yidhaahdaa walaalayaal wuxuu idhaa rabbi ikfir lii rabbi irxamnii rabbi ijburnii ilaahow rabbigayow ii dembi dhaaf ilaahow ii naxariiso ilaahow ikab واحد كبت أم باك ما هدبك إهدينا ماها أمر لكن ودعو أد إلهي بري يسويا ها وحي لهذان أهل اللغة السيدو كلي هدي أو وركو كي ما دو حق سري وهوس وي ما دنا سيد أو أبوه إلمه سيرو كلاما نكو إلمه سأو قويدا افعل كذا سيدا سمي وأمر وشي لسمينه أما سيدا أولي هاي ربي قمرك لي هاي مركو إلهي ليه يا قرآنك أقم الصلاة صلاة أوغا وسيدة قدما يستر صلاة وواجب مركا هدي حق الله يكتم هذا معنى هذا وامحي فعل أو أمر وين مركا هذا نسيدة وكالأولى للوحد في رسطان فعل كان إهدينا كيف عدي بنفسه سيدة نفتيسة لو قد بسيه سيدة نفتيسة لو قد بسيه معنى هذا كوامحي وحجرة حق اللو قضى كلماتك وحي كو قدبان مر حروف بكو قدبان مرنا
isagaa isku gudba, markaa farq ayaa u dhexeeya. Haa, sidaa awgeed ihdina siraata ilaahay kuma gudbinin ama laguma gudbinin ficilkan xaraf, laakiin oo lama odhan ihdina ila siraat xaraf laguma gudbinin ama ila kada. Haa, ama ihdina fi siraati lama odhanin oo ficil lama soo dhexgelin, ama aw ihdina cala siraat xaraf laguma gudbinin, laakiin waxaa lagu gudbiyey isagaa isku gudbay. Sida awgeed ahlu luquhu walaalayaal waxay leeyihiin walficlu yufhamu macnaahu bixasabi tacdiyatihi, ficilkana waxaa lagu fahmaa macnihiisa kolba wixii lagu gudbiyo, kamaa qaala dalika ahlu lcilm laa siyama fi fuqahaa annuxaat min albasriyiin, gaar ah sida ay yidhaahdeen ahlulcilmiga naxwiyiinta ah, gaar ahaan kuwa basriyiinta ah. Haddaba walaalayaal u fiirsada, fahaada alficil huna lam yucad bixarf, ficilkan laguma gudbinin xarf. Ilaahay ma odhanin ihdina ila siraat almustaqiim, wainama caddaahu binafsihi, wuxuu ku gudbiyey alla subxaanahu watacaala, ama ficilkan lagu gudbiyey laftiisa, isagaa laysku gudbiyey ihdina siraat almustaqiim. Macno weyn baana ku jira, aynu insha allahu tacaala tilmaami doono macnahaasina. Wallaahu aclam, wuxuu noqonayaa min ajli an yatadammana hada الducaa anwaac alhidaaya, in ducadan aad leedahay ihdina siraat almustaqiim hidaayada noocyadeeda oo dhan ay soo hoos gasho, oo haddii ilaa lagu odhan lahaa qayd baa ku jiri lahaa, calaa haddii la odhan lahaana waxbaa soo geli lahaa, qaarna way ka bixi lahaayeen fiina sidoo kale. Laakiin markii la yidhi laga reebo, markaa isagii laysku gudbisiiyey, macnaheedu waa maxay? Waxaa soo galaya hanuun oo hanuunyada oo dhan, mid ka baxayay ma jiro. Sidaasay markaa culimmadu yidhaahdeen, wallaahu subxaanahu watacaala aclam. Haddaba walaalayaal, sidoo kale haddaba hidaayadiina inaan wax ka nidhaahno ayaa aada muhiim u ah. Marka hore hidaayadan wax ka odhanaynaa, haddana jidkan wax ka odhanaynaa, haddana insha allahu tacaala berri baan maalinta dhamaan u malaynayaa waxaynu ka hadli doonaa hidaayaadku, yacni sida ay noocyada kala duwan ay leeyihiin. Haddaba guud ahaan alhidaaya hanuunku laba nooc ayuu kala baxaa. Nooc alawal, nooca hore waxaa la yidhaahaa hidaayatu alcilm walirshaad, hidaayada ogeysiinta ama baritaanka ama ku hanuuninta ah. Wa nooca taani talabaadna waxaa la yidhaahaa hidaayatu tawfiiq, labada waan sharxi doonaa insha allahu tacaala. Hidaayada waafajinta, hidaayada waafajinta ilaahay keliya baa iska leh. Hidaayat alirshaadna yacni waxa weeyaan basharkuna uu leeyahay, rusushuna way leeyihiin, waana sharxi doonaa insha allahu tacaala. Haddaba hidaayat alcilmi walaalayaal waxa weeyaan addoonku inuu ogaado xaqa iyo inuu kala sooco xaqa iyo shubuhaadka, iyo inuu kala sooco cilmiga ha iyo waxa yacni saxda iyo qaladka, markaa inuu ku kala sooco weeyaan inuu acmaasha ogaado addoonku weeyaan haa, oo markaa teeda fadli badan iyo ta laga sii fadli badan yahay iyo ta ugu fadli badanba haa, kaasi wax weyn waa hidaayat alcilm, inuu qofkii ogaado weeyaan wixii cilmigii au yeesho barto weeyaan. Yani maanta dadka muslimiinta ogyihiin shan salaadood inay waajib tahay maalintii, inuu markaa qofku ogaado, laakiin imiso qof ayaa la waafajiyaa, taas waa mid ka duwan. Markaa sidaa awgeed walaalayaal, hidaayat alcilmi waxa weeye waa in qofka lagu hanuuniyo ha, wa ama yacni in lagu hanuuniyo ha ha. Hidaayat marka hidaayat tawfiiq way ka duwan tahay. Hidaayat tawfiiq waa in lagu hanuuniyo addoonka waxa uu bartay inuu ku camal falo, taana ilaahay subxaanahu watacaala keligii unbay gacanta ugu jirtaa. In fara badan way ogyihiin diintu inay sax tahay, sharcigana inuu sharci xagga ilaahay uu ka yimiday, laakiin fulintii ayaa ku adag. In badan oo aqoon leh oo waxa weeyaan aan ku dhaqmanna markaas way jiraan, taasina marka waa qof aan la waafajin weeyaan. Haddaba dhammaan dadka oo dhani walaalayaal waxay u baahan yihiin hidaayada kale ee la yidhaahdo hidaayatu tawfiiq, hidaayada ama hanuuninta, hanuuninta waafajinta, yacni hanuuninta magaceeda la yidhaahdo hanuuninta markaas waafajinta. Gaalada iyo faraacinada
iyo kuwii aan faraacinada ah iyo kayr alfaraacina allah subxaanahu watacaala markuu ka warramaya muxuu yidhi wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa culuwa. Fii suurat naml, markii uu xaqii u yimiday sankay taageen, nafahooda way weyneeyeen, way kibreen, way ka kibreen buu yidhi alla subxaanahu watacaala. Sidoo kale yahuuddu alla subxaanahu watacaala suuratu lbaqara wuxuu ku yidhi yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum, rasuulka iyo xaqa uu la yimideba way og yihiin siday caruurtooda u yaqaaniin bay u og yihiin. ilaahay ma odhan kamaa yacrifuuna anfusahum, waayo insaanku naftiisa ilaa maalintuu dhasha ma yaqaano, markuu weynaado unbuu bartay soo maaha, waxa jira sanado badan una aqoonin, laakiin awlaadiisa maalintii uu dhashay gacantu sidaa ugu qabtay maalintii uu dhashay ilaa uu garanayaa markaa, xitaa ama shabaha iyo isku ekaanshaha iyo si walba. Markaa haddaba walaalayaal, nimankaasi yahuuddaa ilaahay wuxuu ku canaantay u yidhi waxay u yaqaaniin rasuulka iyagoo siday caruurtooda u yaqaaniin, haddana kumay hanuunin. Ee maxaa dhacay? Kumay hanuunine kibir iyo santaag ayay u diideen. Haddaba walaalayaal, iyadoo markaa sidaasi ay jirto aynu soo tilmaanay walaalayaal, ayaa dadka badankoodu waxaa la yidhaha, yacni iyagoo nimanka yahuudii yaqaana rasuulka sallallahu calayhi wasallam sida caruurtooda u yaqaana, ayaa waxay yidhaahdaan culimmadu marka taariikh ahaan la eego ilaa nebi maxamed intii lasoo diray sallallahu calayhi wasallam, dadka diin islaamka gelitaanka ugu yari waa yahuudda weeyaan. Sababtuna waa maxay? Kibri iyo xasad ayaa u diida. Iyagu waxay lahaa maalaa dad fara badan oo dhaqanka yahuudda labaa jira, yahuudda dhalasho un maaha, qofkii iskibriya waxaynu ku arki doonaa gayr almaqduubi calayhi marka aynu u tagno, ayaynu insha allahu tacaala aynu ku bayaamin doonaan. Sidoo kale culimmadu waxay dhaahdaan ambiyada ayay dili jireen, ballamaha ayay ka bixi jireen, iyo wixii markaas waxaa la halmaalaa. Haddaba walaalayaal, mas'aladaasi waa mas'ale runtii aad iyo aad u muhiim ah inaynu ku baraarugsanaano mar walba ilaahayna weydiisano, ilaahow rabbigayow waxaan ku weydiisanaynaa inaana tusto dariiqa saxda. Hada waa muhiim jiddan. ilaahow rabbigayow na waafaji dariiqa saxda, waa inaan ku xijisiino. haddana waa inaynu dhahno ilaahow rabbigayow nagu sug, marka aadna tusteed na waafajiso dariiqa saxda ah ilaa inta aan kula kulmayno. taasa marka aad iyo aad muhiima. aan jecelahay inaan hal mithaal aan soo qaado ku saabsan yacni hidaayat tawfiiq ilaahay keligiinu leeyahay. walaalayaal, waxaynu wada ognahay rasuulkeenna sallallahu calayhi wasallam bidaayada islaamku in la dhibay rasuulka sallallahu calayhi wasallam dhib weyn loo, yacni waxa weeyaan isaga iyo asxaabtiisaba. Abu Taalib, adeerkii Abu Taalibna rasuulka sallallahu calayhi wasallam sidii uu difaacay waynu ognahay. sidaa uu difaacay Abu Taalib, cid muslimiin badan umay difaacin rasuulka sallallahu calayhi wasallam. wuxuu yacni aad buu u gargaaray rasuulka sallallahu calayhi wasallam, muslimiin badanna intaas siduu ugu gargaaray ugumay gargaarin, isagoo islaamka intaasoo dhan oo juhdiya u bixiyey oo rasuulka sallallahu calayhi wasallam isagoo u bixiyey. oo weliba waxaan igu soo darayaa inigu darayaa aaminsan cilm sax ahaan waxa uu nebi maxamed la yimid inay sax tahay, ilaahay baa gacanta ku ahay walaalayaal hidaayat tawfiiq. muxuu yidhi markaa Abu Taalib qasiida mashhuurka, haddaan hal beyt kasoo qaato, nisfi beyt kasoo qaato, ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وحوري وحن أغادي نبي محمد دين تيسو إني تهي ديمها دادك أورن لو صدرت أو خير بضا وحن أي هايستان تلكي أي كود جيهين إني تهي مركا مد إني يد مركا أيدو كسع سنتهي سيدا أو تلمامي قصيدة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تاريخ كتاب كيس بداية والنهاية أو كتل أمرك. هذا بقى سقو سيدا أقلي وإنت رسولك أقلي هدنا الله سبحانه وتعالى ومقرين إنه مركا أو إسلام كقاتو وايو قلبي جيسا وحا كتيري يعني قرابة ديسا هي أهل كيسو وحا أي أرنيان سيدا أوجد
نبيك صلى الله عليه وسلم مركي أو موتكو ويمي داي أما جيردو أو تيمي داي فراش الموت أبو طالب أو كجري رسولك صلى الله عليه وسلم انتو أصوى قليبو كويري أدير كيو وحا تراهذا كلمة كلية ون إلهي أكتي سكو دودو كلمة أحاج لك بها عند الله لا إله إلا الله كلمة داني أبو طالب مؤرني محويري هو يموت على دين عبد المطلب وحو كل من يا عبد المطلب أبي يعني أبي عبد المطلب دين تيسا يقول ذلك ويموت عليه سدى أي مركا كل من يا ساسو يري مكان هذا بول عليال هداية توفيق أما هداية وافجنت إلهي أنبهي إله ربي خير كان وافج إله وحن كويدي سنين طريق صح دان نتوس إله بدعو إيو الشرك إيو النفاق إله نغي إله ربي وطريق صح دا إله ربي ونطس إله نوافج طريق صح دا إله صدا كل نوصب إلا أنت أمرك كل كل منه هذا بولا ليال أوفير صدا فعل كان إهدينا الصراط إهدينا الصراط نجو هنوني جدك جدك نجو هنوني طريق عسي نجو هنوني ها فعل الهداية سيد أوليه هاي الحافظ ابن قيم رحمه الله ها مركا لبو أفير سمركاس كلام كان كلام جميل أبو مرحافظ من كثير أو تلمام يركا إهدينا الصراط إهدينا الصراط إله نجو هنوني جدك ها جدك واني مكهل لنا سمه فعل كاني ها فعل الهداية كما يقول الحافظ ابن حافظ ابن القيم رحمه الله وحويري متى عدي إلى مركا فعل كا اهدنا لغو قدبيو إلى هي محو معنى يسو نقونيا وحو نقونيا إنو قف غاية مطلوب كا أو غارو تتضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة يعني إلى محي فايدينيسا غاية إنو قف كي غارو مركا لغو قدبيو لامنا ومتى عدي باللامنا اهدنا للصراط ليدانا هي ومحي وحا سيجار جد كان وحوين وللتخصيص وغاريالتان شيء أمو مركا غار كنو قونيا وخاص كنو قونيا مركا لكن ولا ليال مركا لغو قد بيو استغل ليسكو قد بيو اهدنا الصراط ها معون قونيا هانو وحاسو نمبا صوص كليا تي غار كاهايد تي غاية دا هيد هدايو ينكودن ايا سو هوس كريا وهو تعريف وحنويان مركا ها وانا شيغ لو قرن يو جيتك ايا مركاس اه جيتكو انو عدي هاي ايو الله سبحانه وتعالى ان مركاس لو يديستو ها الله سبحانه وتعالى ان لو يديستو مركاس انو ينو هنونيو طريق صحنا اذا محاينو لان هاي marka lagu gudbiyo ficilka isaga la isugu gudbiyo hidaayooyinka oo dhan ayaa soo hoos galaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaynu weydiisanaynaa in aw ilaah rabbigu nagu hanuuni dariiqa saxda ah ilaah rabbigu waxaan ku weydiisanaynaa dariiqa saxda ah waafaji allah waxaan ku weydiisanaynaa nagu sug dariiqa saxda ah ilaa inta aan kula kulmayno wallahu subxaanahu wa ta'aala a'laa wa a'laam